عليكم مازال في الاول. سالينا مع الكراغيله جاوا لنا الفراعنه. باقيين في المسلسل مسلسلات دابا لان ديال ليالي الحلميه. تنشوفوا البرامج التلفزيونيه كلها اللي طلعت لي في الفيسبوك البارح واليوم كلها لاشين ديال الاهلي والاذاعات والتلفازات ديال مصر كلهم تيهضروا على موضوع واحد هو مركب محمد الخامس والقجع. هذا هو القضيه ديال اللي اختشوا ماتوا. المثل المصري تيقول اللي اختشوا ماتوا. الاهلي بكل احتراماتي ليه وتاريخه يتكلموا عن الفساد. قالك الاهلي ما يهموش انه ما عندوش مشكل مع المغرب ولا مع القجع وفي نفس الوقت ومع الوداد وفي نفس الوقت تقول لك فيه كاف فيه فساد. يعني شكون اللي تيدير هذاك الفساد؟ عرفت ديك القضيه ديال تيكوي ويبخ. انا ما عندناش مشاكل مع اخواتنا المغاربه، لا احنا بنتكلم مع الكاف ولكن فيه فساد. انا شفت واحد الفيديو دغيا شفتو غادي نشوفو دغيا ونكمل الهضره. هذا الحكي الاهلي بيتكلم عن فساد، هو الماده خلي الفساد. طب الاهلي كان فين هو متواصل النهائي بكره الرجاء؟ ضربه الجزاء اللي كانت في رجل البني ادم اللي هي مش ضربه جزاء، يعني اللي بتتكلم عن فساد. فساد ايه؟ فساد ايه ده؟ المريخ تضحك، النائب بتاع المريخ تضحك بيقول لك كنتوا متفقين مع بعض. فساد ايه؟ انت فين من ده كله؟ ده انت قلت لك انت الماده خلي الفساد. الاهلي بيتكلم على الفساد، مستوعبين معاك؟ دي مش نكته والله، جمهورهم مصدق وجمهورهم مصدق. والله العظيم مش بهزر يا جماعه، بيتكلموا على الفساد، بيقول لك الاتحاد الافريقي فاسد وهم في كل نهائي عندهم غربال. هل دي صدر؟ هل دي صدر؟ ده في كل نهائي بيكون، ده انا متاكد، ده بعت غربال في ماتش الوداد وبترو اتلتيكو عشان يوقع الوداد بس ما عملش حاجه. الوداد عدى من بترو اتلتيكو. اجيو نهضروا على الفساد بشويه بشويه. الماتش ديال الرجاء البينالتي اللي خداوه، كل ما خداوش البينالتي كانوا غادي ضربه جزاء، ماشي حتى هما الا كان شي واحد غادي يتسنط لينا يفهم. ضربه جزاء اللي ضربات في خدو ما ضرباتش في ايدو. لو هذاك البيت ما تسجلش وهذاك الهدف ما كانش، كان الاهلي غادي يتكلم على نهائي واش في كازابلانكا ولا لا؟ ما كانش غيكون في النهائي. سؤال ثاني، علاش لماذا السنه اللي طافت كانوا عارفين الوداد والرجاء تقريبا ممكن، الوداد اللي كان في سيمي فاينل وعارفين النهائي غيكون في كازابلانكا ما تكلموش، وهاد السنه بيتكلموا؟ لان كانوا ضامنين ان الوداد ما غيمشيش للفاينل. وقعت الواقعة ديال كايزر شيفت ومشاو هما وكايزر شيفت للنهائي وفي كازابلانكا. تصور كون داك السنة مشات الوداد، كانوا غادي يتكلموا ولا غادي يديروا لنا نفس المسرحية اللي دايرين اليوم؟ كلهم المنابر الإعلامية ديالهم تتكلم على نقطة، لماذا المغرب يطلب لسنتين متتاليتين؟ اخي سنطلبها كل سنه فيما غيكون عندنا. هذه سياسه الدوله تطلب جميع المظاهرات التظاهرات الرياضيه والثقافيه والندوات والتجمعات كل سنه في المغرب. اي رياضه واي ثقافه المغرب تطلب، لان هذه سياسه الدوله. احنا عايزين نعرف بالدوله ديالنا السياحيه ونخلي المستثمرين الاجانب يجوا يستثمروا في بلادنا. هادي ماشي شي كلام جديد عندنا حنا. والسنة الجاية غادي نطلبوها عاوتاني في طنجة، في ملعب طنجة ولا في ملعب مراكش ولا ملعب أكادير ولا أي ملعب ثاني، ولا ملعب مولاي عبد الله ديال الرباط، ولا ديال فاس الجديد حتى هو نفس الشيء. السنة الجاية غادي نعاودو نطلبوها. كنا في الفاينل ولا ما كناش؟ حنا دابا زي قطر، حنا بنوجد روحنا، نوجدو روسنا باش ان شاء الله نضمو كاس العالم، وعلاش لا ندير كره القدم. ساوث افريكا مش احسن من المغرب.
علق في قناه اهلي بطوله في اهلي تي في، قال لهم احنا ما مش مشكلتنا البطوله، مش مشكلتنا بطوله، احنا بطولات كثار. نعم كان عندكم بطولات كثار، لان كان عندكم عيسى حياته فاسد، وكانت الكاف فيها فساد، وجا القجع وجا 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 احمد ما عرفش ينظفها، وجا للرئيس الجديد ديال لاكاف الجنوب افريقي اللي غينظفها. لانك انتو كيف يعقل ان في كل نهائي كان نهائي تيكون في مصر؟ اذا كانت في الذهاب والاياب، الاياب ديما بيكون في مصر، الماتش الثاني بيكون في مصر في الاهلي. لماذا 12 مباراة في الدور 16 دائما الإياب عندكم في في مصر؟ سؤال انا بطرحه للناس ديال الأهلي. عيسى حياته ولا زمن عيسى حياته ولا خلاص دابا كاين القجع ما عندنا ما نديرو لكم. المشكله اللي جايه دابا هما انهم قبل ما يقرروا الحكم من ثلاث الحكام اللي غادي لازم يكونوا، لانهم اللي بقاو اللي ما داروش في السيمي فاينل، اللي غيكونوا في السيمي فاينل، اللي كانوا في الكارد الفاينل ما يقدروش يكونوا في الفاينل، وممكن يكون قاسمة من اليوم. هما من اليوم ومن امس بسمعهم بيتكلموا على اسم قاسمة. علاش خايفين من قاسمة؟ علاش خايفين من قاسمة؟ لماذا؟ هذا سؤال توا تنطرحو للأهلي. حنا مستعدين اننا يكون اي حكم، وما عندناش مشكل، وحنا والمصريين اخوة حبايب. سير انا جاي.